وحول اجتماع أستانا ينضم معنا من الرياض رئيس وفد التفاوض للمعارضة السورية أسعد الزعبي. أهلا بك سيد أسعد معنا. بداية، أين هي المفاوضات من المشاورات في أستانا، وأيضا موقفكم من الجولة المقبلة في محادثات جنيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. الحديث عن مفاوضات أو مشاورات، مع الأسف الشديد طالما أن الجانب الروسي هو من أخذ يتبنى قضية التفاوض أو قضية التشاور، وهو الذي يحتل سوريا ويقتل الشعب سوريا ويدمر سوريا ويدعم نظام الإرهاب الإيراني والأسدي في سوريا. ولذلك يعني حقيقة من المفارقات الغريبة أن تنتقل روسيا من موقع الذئب أو موقع الثعلب الماكر القاتل المفترس إلى موقع الحمل، وهذا لا يمكن أن يتم. وبالتالي عندما نتحدث عن أي مفاوضات أو مشاورات، سواء ما جرى في أستانا أو ما يمكن أن يجري في جنيف، أعتقد أن الموقف الروسي كان واضحا منذ البداية في قضية الحل السياسي، عندما انتهى مؤتمر الرياض، الهيئة العامة في الرياض منذ بداية العام 2015، كانت العراقيل الروسية والإيرانية واضحة ضد هذا المؤتمر، ويعني ضد النتائج التي تمخضت عن هذا المؤتمر. أعلنت روسيا صراحة أنها لا تعترف أو لا تريد أن تعترف، بدأت تضع عراقيل يساندها في ذلك إيران والنظام السوري، اللي يقولوا أن مؤتمر الرياض لم يكن يشمل كل المكونات السياسية السورية أو كل الفصائل العسكرية، وهو بالعكس يعتبر النقطة المضيئة الكبيرة جدا والواضحة في حياة الثورة السورية، لأن المملكة استطاعت خلال أيام قليلة تماما أن تجمع الجسم السياسي والجسم العسكري، والجسم السياسي الذي كان يضم كل مكونات الشعب السوري، وهذه أول مرة تحصل حقيقة في تاريخ الثورة. ولذلك عندما نتحدثون الآن عن مفاوضات وعن مشاورات او حوار، اعتقد اصبح يعني من المستحيل نظرا لما تحاول موسكو ان تخترع من خلال مجموعه كبيره من الشخصيات التي تريد ان يعني تطلق عليهم تسميه معارضه، وهم من مخابرات النظام وهم من رجالات النظام الذين تربوا في حضن الاسد وفي حضن النظام الايراني الارهابي، وبالتالي تريد ان تصنع منهم معارضات على كيفها على مقاسها من اجل الاحتفاظ. ما موقفكم من هذا سيد اسعد؟ لذلك الحديث عن معارضه عن حوار او عن مفاوضات، اعتقد يعني ليس مجديا، ليس صحيحا، لا ينبئ حقيقه الا بتشاؤم وتشاؤم كبير. هناك يعني محطات تريد ان تصنعها روسيا من اجل يعني اعطاء روح اخرى وزمن اضافي لبشار الاسد أن يبقى يقتل في الشعب السوري وأن يبقى موجودا في الحكم، أو ربما تحاول روسيا من خلال ما تصنعه، أو تحاول أن من خلال ما يعني تقترحه على المجتمع الدولي أن يعني يخرج بشار الأسد دون محاكمة دون مساءلة، هو وعصابته وعلى أيضا العصابة الإيرانية التي تقتل وتدمر في سوريا. ما يسعى إليه الجميع. نعم، موقفكم من هذا ومن الجولة المقبلة من محادثات جنيف سيد أسعد؟ أخي الكريم، يعني الهيئة العامة للتفاوض والهيئة العليا أعلنت، والائتلاف أيضا أعلن تماما الرفض القاطع الكلي للمنصات التي شكلتها موسكو، منصة موسكو ومنصة حميميم ومنصة أوسيتانا، ورفضها القاطع أيضا لكل مقترحات موسكو، وخاصة فيما يتعلق بما يقال أن موسكو يعني قد قامت بتصنيع أو ترتيب دستور، وهذا لم يحصل في تاريخ المجتمع الدولي. إذا كل ما يتحدثون عن مشاورات أو مقترحات روسية، وخاصة فيما يتعلق ما ذكرت لك من المنصات أو بالحلول التي تقترحها روسيا، أعتقد الجميع أعلن مقاطعة. طيب سيد أسعد، فقط لضيق الوقت، يعني في حال توافقت أطراف في حال توافقت أطراف مفاوضات أستانا على الذهاب لجنيف، ما هي الملفات التي تريدون طرحها على تلك الجولة بشكل سريع لو سمحت؟ من المفترض البدء بمناقشة أو التفاوض فقط في مرحلة الانتقال السياسي إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات والسلطات التنفيذية، هذا أولا. وكذلك أيضا القضية من المفترض قبل الذهاب لجنيف أن تتحقق كل الأمور الإنسانية التي وردت في القرار 2254 حول أمور المساعدات وفك الحصار وأطلاق سراح المعتقلين، كل هذه الأمور من المفترض أن تتم قبل التفاوض. لكن رغم ذلك، فيما لو كان تم الذهاب لجنيف، لازم يجب أن يبدأ التفاوض في جنيف بنقطة واحدة أساسية شملها القرار 2118 والقرار 2254 تتعلق بالانتقال السياسي إلى هي حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وإلا سنعود إلى المربع الأول. شكرا لك، كنت معنا من الرياض رئيس وفد التفاوض المعارضة السورية أسعد الزعبي، شكرا جزيلا لك.